اهلا بحضراتكم من جديد، بنفكركم تاني. النادي الاهلي في قبل النهائي كره الطائره سيدات، الاهلي وسبورتنج، استطاع النادي الاهلي يفوز 3-0، وجاءت نتيجه الاشواط 25-17 25-11 25-22. تفوق النادي الاهلي في اغلب فترات اللقاء، بل باكثر فترات اللقاء كان النادي الاهلي متفوق، وطبعا قدر يحسم اللقاء 3-0. طبعا بنقول النادي الاهلي اكيد الف مبروك، لان النادي الاهلي عمل اللي عليه النهارده وزياده. بنقول النادي سبورتنج هارد راك، عملتوا اللي عليكم، اديتوا مباراه كبيره باشاده حتى كابتن حمدي الصافي المدير الفني. هرجع طبعا لكابتن نجلاء فوزي نجمتنا النهارده في الاستوديو. كابتن نجلاء، اكيد لحضرتك تعليق على المستوى الفني للمباراه. والله المباراه كانت مباراه قويه جدا من بدايه المباراه. طبعا حصل شويه هزه كده في صفوف فريقنا نادي الاهلي في اول الشوط الاول، وقدرنا بعد كده. طب انا عندي بس مفاجاه لحضراتكم، انه نادي الصيد متفوق على نادي الزمالك 2-0 في الاشواط حتى الان، والشوط الثالث هيبتدي، يبقى احنا رايحين تقريبا على اللقاء بس نادي الصيد في النهائي. اتفضل يا كابتن. تمام. فحصلت هزه في اول صفوف في اول الشوط الاولاني، وقدر كابتن حمدي بتغييراته السريعه يرجع زمام الملعب تاني لحيتنا، والحمد لله تفوقنا في الشوط الاولاني 25-17. جاء في الشوط الثاني حصل انقطاع الكهرباء، معناه كنا طالعين برضو عليهم 15-6، وبعد كده الكيرف بتاعنا عالي جدا. انقطاع الكهرباء ادى الى عدم التركيز لبعض اللاعبات، ما خلاهمش يرجعوا للفورمه بتاعتهم تمام، بس قدروا ينهوا برضو الشوط الثاني 25-11. الشوط الثالث برضو في بدايته كنا متفوقين عليه، وبرضو حصل انقطاع كهرباء تاني خلى البنات خارج الخدمه زي ما بيقولوا كده خالص. طبعا تاخد وقتك من جديد. طبعاً. من وقت من جديد ورم اب من جديد بالظبط. فبدا الشوط الثالث، وكابتن حمدي بدا بتغيير في اوله، ان هو غير ندى وليد الليبرو بسلمى سعد، وبدا يغير فريده الحناوي مكان نهله، وغير مي غزال مكان نرمين المنشاوي. ثلاث عناصر جديده نزلهم في الفريق كابتن حمدي علشان يريح اللعيبه الكبار عشان استعدادا لنهائي كاس مصر ان شاء الله. هو كده في اللقاء كمان مع مريم سمير بالظبط كده. والبنات نزلت ادت اللي عليه، يعني ادوا اللي عليهم ما شاء الله عليهم والله الحمد لله. وغير كده انا عايزه بس ما انساش ان سهيله لعبه مباراه قويه جدا، مباراه رائعه بامانه. سهيله كانت نجمه المباراه النهارده. صحيح. طب كابتن ساره، يعني تتفقي مع كابتن نجلاء في نجمه المباراه النهارده سهيله؟ الحقيقه هي انا شايفاها عامله ماتش كويس جدا، البنت تقريبا مقدله عليها كويس جدا. عارفه امتى ترفع للضريب اللي هيخلص في البوينت معينه، لما الشوط قفل شافت مين الضريب الاساسي بتاعها وكانت بترفع ليه. اي الشام يعتمد عليها فترات طويله، شغلت حتى السريع، يعني حتى لو الكوره ما كانتش مظبوطه قوي على ايديها، بس كانت بتشغل السريع تقريبا من نص التلت او من بره التلت. انا شايفاها عملت مباراه كويسه جدا، وكانت ممشيه الملعب كويس قوي. يمكن اكتسبت بعض الخبرات في رحلتها في امريكا مع اللعب مع الجامعات. اكيد فرق معاها كتير، اكيد فرق معاها حتى بدنيا كمان، مش شرط يكون فنان كمهاره، ممكن تكون بدنيا كمان، بقت اسرع، بقت بتنتبه اكتر للكوره، يعني ممكن ده يبقى مأثر عليها كمان. اكيد. طب قولي لي يا كابتن، يعني حضرتك اكيد احنا عينينا على الفاينل يوم الاثنين ان شاء الله، هيتلعب على صاله شرقيه الدخان، لسه مبلغنا كان قبل اللقاء زميلنا محمد توفيق من ارض الملعب. شايف المباراه ازاي، خاصه انها دلوقتي رايحه بشكل كبير ناحيه نادي الصيد؟ تاريخنا مع نادي الصيد ايه؟ لعبناه ايه؟ يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ والله برضو يعني هي النتيجه 2-0، بس احنا ما نضمنش لسه. صحيح. ممكن يبقى 2-0 يعني في الاخر تروح تتقلب 3-2 للزمالك. صحيح. بس برضو نادي الصيد، يعني نادي الصيد منافس قوي، عنده لعيبه كويسه جدا، حتى من ضمن اللعيبه كان بتلعب في فرقه ال 18 سنه، كان خدوا منا شوط في ملعبنا، كان في الـ في, الـ في, الـ الأهل. في الاهلي في الاهلي اه هتبقى مباراه قويه جدا. اكيد هيبقوا عاملين حسابها كويس جدا، وهيعملوا ميتنج قبل المباراه للعب. هيبقى ايه هم، انا سامع كابتن حمدي بيقول انه عامل معسكر سبت وحد عشان المباراه يوم الاثنين. بكره ما بكره السبت، يعني سبت وحد مفيش معسكر باذن الله. ان شاء الله المباراه. وكمان الصيد عندهم اطول سنتر بلوك بتهيألي في مصر، يعني سلمى فوق ال 2 متر، صحيح مش كده؟ هي فوق ال 2 متر. فوق ال 2 متر ما شاء الله، يعني لعيبه كويسه. لعيبه كويسه وعملت ماتشات حلوه في ال 18. هي بتلعب تحت 18 لسه؟ هي تحت 18 ما شاء الله، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. بس كابتن نجلاء طبعا مش هنصيها بقى، انا عارفه بتعمل ايه في الحالات دي. خلاص خدت البطوله. لا ولا عارفه، بس هي عارفه بتتعامل ازاي والحاجات دي، وده لعبت في افريقيا عارفه طبعا. طب خليني اقول انه يعني مباراه النهارده بتبقى بروفا طبعا للفاينال، بس مش دي البروفا، لانه كان الدوري بروفات وبنشوف وعنده سكواد ما شاء الله كبير جدا.
هل توقعاتك لماتش الصيد نفس الكلام ان شاء الله ان احنا بالسكواد بتاعنا نقدر حتى لو في غيابات اتنين مهمين من عندنا نقدر نحسبه؟ اكيد اكيد لا هو اكيد الغيابات اكيد ممكن تاثر, بس احنا انا شايفه ان البدائل النهارده اللي موجوده نزلت وادت عليها كويس جدا. اسكات نرمين نرمين المنشاوي ومكان فريده العسقلاني ودعاء الغبيشي مكانها اي شامي. النهارده مريم كانت كويسه جدا, مريم تولي برضو او مريم تولي ماشيه كويس جدا صراحه. هم النهارده كلهم تعتبر النهارده ماشيين كويس, في ناس بس ممكن تبقى فيها طفرات شويه في المستوى العالي. لا ان هم في الاعلى من زي سهيله وزي وايه النهارده ماشيه كويس برضو. صحيح صحيح. كابتن توقعاتك للماتش الصيد سريعا عشان الوقت. ان شاء الله ان شاء الله 3-0 ما فيش اشواط ولا تاتا. لا لا 3-0 ان شاء الله. طب كابتن نجلاء فوزي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وطبعا ومدرب مدير فني فريق 18 سنه واللي حصل على بطوله المنطقه والجمهوريه, بشكرك شكرا جزيلا وطيب وشرفت. انا بشكرك كابتن هيثم, شكرا لك والف مبروك للنادي الاهلي ورئيس مجلس ادارته واعضاء مجلس ادارته وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. ان شاء الله ان شاء الله نبارك لبعض يوم الاثنين ان شاء الله. كابتن ساره طلعت نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي, بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ربنا يخليك يا هيثم. ميرسي. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا النهارده مع طبعا اوكام وجود ضيوفنا ده, وكان مباراه 3-0 النادي الاهلي فاز فيه على سبورتنج والاهلي اللي المباراه النهائيه. انتظرونا بالليل ان شاء الله في سهره خاصه مع فريق كره الطائره من 9 ل 12. نشوفكم على خير باذن الله.